مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج على السيف، وتحديدا في فقرة عشانا. اليوم إيما شغالة بالأكل، يوانا شكلك والله ما يتم اليوع بصراحة، لا مو قادرة أقطعها أصلا. اليوم يقولون أنت شخصية مثيرة للجدل. مثيرة ولا مثيرة للجدل؟ مثيرة هذه بروحها، إيه؟ ومثيرة للجدل هذا شيء. يقولون والله على حسب واحد شو نظرته والبيئة اللي يعيش فيها، ممكن شيء يكون بسيط في مجتمع ثاني في مجتمعنا يكون فعلا مثير للجدل. انت شايفه نفس الطبيعيه عادي؟ اشوف نفسي قمه الطبيعيه. طيب اليوم برجع لموضوع إيما كويتيه ولا مو كويتيه، وايد خد علاقتها الموضوع، وانت الحين حتى ترى الملامح مو ملامح كويتيه، شنو امريكيه يعني؟ انت شنو شايفه؟ والله احنا بنأكد في عشاره بنقولهم يقولوا انا كويتيه، انت كويتيه، يقول انا كويتيه. شوف انا في شغله ما احب يقولون والله الفنانه هذه إيما الكويتيه، يسموني اسماء، عرفت؟ لان لما يسمونك اسماء يعني انت مو كويتي، فانا دائما ارفض كذا مكان اقول لهم لا تكتبون إيما الكويتيه، انا كويتيه وخلاص، ما له داعي نسمي اي واحد يسمي اسمه يمه كويتي، يعني هذا في يلف ويدور. طيب الحين بدخل معاك، برجع شويه ورا، وهو غناج بالعبري، عمل لقط كبير عند الناس. من البدايات طلعتي بهذا الموضوع، واغلب لقاءاتك اللي سويتيها يمكن من البدايات انه والله فنانه كويتيه تغني عبري. شلون تجرأتي وغنيتي بالعبري؟ تجرأتي والله. انت شايفه الخطوه عاديه؟ والله شوف انا غنيت بتسع لغات، يمكن 10 لغات، يعني العبريه كانت جزء من مشواري الفني في مجال الانثروبولوجي. كوني باحثة في الانثروبولوجي في مجال فنون واللغات والثقافات، وسويت له مزج مع العلم بين العلم والفن على المسرح او في الفنون. فان انا يعني يزعلون من لغة واحدة وما يزعلون من لغة ثانية، قد يكون اللغة الثانية او لغتهم الام ممكن ايه هي العدو الاساسي. بس انت عارفة اللغة العبرية شوية لها وضع ثاني، اكيد راح يكون في خلاف وفي لغط عليها وفي عدم تقبل من المجتمع، كونك انت بنت كويتية. شوف يعني مجتمعنا كثر ما يكون منفتح، المفروض منفتح على الطريق الصح. يعني لما أقول منفتح على الثقافات على اللغات، ترى هذا شيء جميل. المجتمع اللي ما يكون يشوف الأمور من هالناحية هذه راح يكون مجتمع متخلف. إنزين في ناس بعد يقول لك لا تغني إنجليزي، لا تتكلم إنجليزي، مو من عاداتنا، مو من لغتنا، ويشوف اللي يتكلم إنجليزي هذا عدو له، أو في مجموعة من الناس تفكر كذي. فإذا على أي واحد من السذاجة اللي أفكر والله أي واحد يقول هذا خطأ أو هذا لا تسوينه أو هذا أعدائنا وهذا مو أعدائنا، أنت عندك أعداء، أنت عندك مشكلة، هاي مشكلتك أنت مو مشكلتي أنا. أنا أعيش حياة وعالم آخر يبدو أنه صعب أن أتمرسه في مجتمع نفس مجتمعنا. حتى لو أنت بتقول أنا والله قاعد أسوي بحث علمي أو تجارب علمية، التجربة العلمية في مجتمعنا أيضا في مغالطات وفي شوية لا يصير في عندهم صدمة، ما يبون التغيير. يعني أنت أخذت اللغة العبرية لغة حالة حال أي لغة؟ حالها حال أي لغة، لأن كل المجتمعات أعتبرهم أنا مجتمعات إنسانية، مو أنا أعتبرهم، هذا واقع. كل مجتمع هو مجتمع إنساني، جزء لا يتجزأ من المجتمعات اللي موجودة عايشة على الكرة الأرضية. طيب حكم إيجادك اللغة العبرية وغنيتي باللغة العبرية، غنيتي للجاليات الإسرائيلية في أمريكا إيه. نعم. كان في إسرائيليين يهود، كان في مسيحيين مسلمين من الخليج، من الشرق الأوسط، من أمريكا، أمريكان. ففي أمريكا ما في هذا هالحكي، الكل يتواجد، الكل موجود، ما في أحد تقول له لا أنت تطلع برا ممنوع، هذا يعتبر إهانة، يقدر الشخص يرفع عليه قضية. حتى الطلبة الكويتيين يدرسونهم إسرائيليين، يدرسونهم يهود في أمريكا، كل الطلبة، ما في طالب كويتي ما درسها يهودي في أمريكا. طيب إيش معنى أنا؟ إيش معنى أنا؟ ليش كويتية؟ كويتية ولا أني أنا قاعدة؟ لأنك كويتية ومحسوبة عليك الخطوة. لا، لأن أنا فتحت للآخرين للمجتمع، أنا الوحيدة اللي قاعدة تفتح على المجتمع ببساطة.
لأن هذا إنسان وأنت إنسان. أنا أشوفه من منطلق إنساني، مو من منطلق وصولي أو والله نستفيد منهم نصير بس مستهلكين. في أمريكا ولا في إسرائيل عندهم فنانين يغنون عربي، يتكلمون عربي، يتعلمون العربية، والكل يشجعهم ويحبون أهم الثقافات عموما. أنا لما أقعد مع الأجانب يستانسون يقولون لي أنت من وين؟ أنا من الكويت. لما يعرفون واحدة بينهم من الكويت وايد يستانسون، سواء يهود، إسرائيليين، مسرائيليين، من شرق آسيا، من ما أدري من وين، روسيا، كل يعني هم يحبون كذي. زين إحنا ليش ما نصير مثلهم تعدديين؟ طيب على طاري اليوم الانفتاح والثقافات والحضارات اللي يحبونها الإسرائيليين، هل تم توجيه دعوة لك إنك تحضرين؟ وايد وايد البلد. وليش ما رحتي؟ يعني احيانا يصير الدعوه على طريقتهم، ما هي مثل لما نقول والله قناه تلفزيونيه كويتيه او برنامج كويتي يقول لك تعال نبي نسوي معك لقاء وانا ارفضه. هي الشكل او الطابع اللي انا بيعطيه عن نفسي او انا بيسويه بطريقتي انا، مو بطريقتكم انتم. سؤالي رد عليك يا مره ثانيه، ليش ما لبيتي الدعوه في اسرائيل؟ لان مثل ما قلت لك اي شيء بيصير لازم يصير على طريقتي مو على طريقه الاخرين. يعني انت حكم انك كويتيه تروحين اسرائيل عادي ولا خايفه من المحاسبه؟ مشكله وايد كويتيين قاعد يروحون. وايد كويتيين يروحون اسرائيل؟ وايد كويتيين يروحون. هذه اول مره اسمع هذا. وايد مسلمين يروحون سياحه ويفتكرون. لا انا اتكلم عن الكويتيين، انا ما انا شغل بالناس الثانيه. كويتيين. هل في كويتيين يروحون اسرائيل؟ روح اسال اي فلسطيني عايش هناك ولا حتى لو عايش هني، قول له كم كويتي تقابله هناك باسرائيل؟ شوفوا. ممتاز. شوف سو بحث، سو سيرش، معلومة جديدة، سو سيرش، بعد مع الوقت راح تعرفون. إيما أنت مثيرة ولا مثير للجدل ولا الاثنين معا؟ كلهم كلهم. أسأل زميلي. طيب. مثير ولا مثير للجدل؟ راح نبدأ أول شيء بالمثيرة. كل اثنين. أول شيء نبدأ بالمثيرة. أي ظهرتي فيلم أنت لابسة بكيني؟ بلى صحيح. صحيح فيلم أمريكي صحيح. فيك تفاجأت انك تدري عنه. انا ماكو شيء ما ادري عنه. لا اتوقع في اشياء ما تدري عنها. فضيحة. شلون صار الوضع؟ لا مو فضيحة. هو شوف كنت انا يعني بمناسبة مع امريكان. نعم. فواحد شافني مخرج انعجب فيني، بس هو يبدو انه مو مخرج. نعم. من الدرجة الأولى. قال لي ابيك دور بالفيلم. قلت له اوكي مو مشكله، وانا اصلا كنت لابسه مايو والكل قاعد بالبحر و فكان يقول لي ابيك نفس اللبس تجيني. قلت له أوكي. على طاري الجذب، انت واحده مزواجه مزوجين وايد صح؟ والله كنت اتزوج وايد. شو الهدف من الزواج الوايد؟ تغيير ولا لا؟ والله احنا عندنا مثنى وثلاث ورباع. اي انا مثنى وعشر وخماس. يعني وصلنا فوق العشرة. ما ابي اتكلم عن الموضوع، بس بقول لك هي مو سالفة مزواجة. على فكرة الموضوع انا ما يكتب من عندي. أيه. انت سولفتي فيه. صح صح. أيه. سولفتي فيه، انا ما يبشي من عندي ولا الف. لا بس ترى يعني انت قلت ليش التغيير؟ هو مو التغيير، وكل واحد فيهم شخصيته غير عن الثاني، ما يصير في تفاهم. انا اقرر طلاق، مع السلامه، باي باي، او هو يهدني ممكن، يعني على حسب. وفي تصريح لك ما قبلت الزواج من شخص لانه كان يبي بالسر. صح صحيح كويتي صحيح. نعم. وهو هذه من الاسباب تخليني ما ابي كويتيين الحين. كله اقول ابي اجنبي، ابي اجنبي، ابي امريكي، ما ابي كويتي، ابي يتزوجني بالسر. وتهاوشت وياه قلت له يا سلام تزوجني انا بالسر وتجيب واحده حق امك بالبيت عايشه وياها وانا حاطني مسكينه حق الوناسه؟ ما يصير ما يصير، لا لا ما يصير كذي ما يصير. طيب اليوم وينك من هلا فبراير؟ والله انا ما ادري هلا فبراير، ما ادري. شوف الجهات هذه ما قدموا لك دعوه؟ بقول لك شغله بشكل عام عشان لا اخصص احد ومالي شغل بحد انا ولا لهم شغل فيني. واحده من الجهات الحكوميه لا. يعني جابوا لي دعوه وعقد ان انا اغني حفله اي مشاه فرقتها لمده ساعتين جماهيريه وكل شيء حلو ممتاز. جابوا لي العقد اوقعه وما في دفع وما في شيء صفر. لو ما يصير شلون انا يعني ما يصير يجيب لكم فرقه وفريق كامل يشتغل لكم؟ احنا مو خدم عندكم. ما يصير ما يصير.
طبعا رفضوا يحطون مبلغ عشان يدفعوا لنا. طبعا زعلنا احنا، انا وفريق يعني كلنا كويتيين. انتوا تقولون نبي المراه الكويتيه ونبي التقدم ونبي احنا نطلع، او شلون نطلع وانتوا ما تبون تدفعون؟ يعني شلون الكويت بنتنا، انت كويتيه بنتنا، ما يصير. زين وعشان انا بنتكم المفروض تدفعون يعني. طيب انا برجع شويه للمطربين، في شيء لفت انتباهي وانا قاعد ابحث عنك واطلع معلومات. قلت اليوم في بعض المطربين تلقينا يغني ويرقص وممكن يوصل الى الشرب وينتقدني ويقول استغفر الله. صحيح. شوف انا ما اذكر قلت او لا، تدري من كثر اللقاءات وهذا، بس فعلا هذا يصير يوميا بحياتنا. يعني ناس باي مجال يعني يشرب ويسهر وحفلات وهل ويدد تتت زين، وعايش حياته. ومن مثلا يشوفني مثلا انا، او حتى لو مو انا، حتى لو شخصيه ثانيه تطلع الفن، يقول استغفر الله شلون هاي تطلع، شلون هاي تسوي كذا، وشلون يبدي يصير صالح واحنا ومصلح. غريب، لان انا شفت بعيوني شنو هم يسوون، وانصدمت بان يصيرون صالحين معنا او مع اي احد. يعني نفس مذيعه حليمه تهبل، هذه قمر ما فيها شيء، يطلعون الناس يسيئون لها، وهي اصلا ما عمرها اصلا شفناها تكلمت احنا، رغم ان انا مو من متابعينها، او يعني ما اتابع، ما عندنا تلفزيون. بس الحدث هذا الاخير اللي صار لها، يطلع احد ويبي يصير مصلح له، وهو اصلا في مجال اصلا مجتمع خليجي ما يتقبله، شنو ما كان يصور وهو وهي لابسه حجاب، تصور اليوم وهي لابسه حجاب، باكر لابسه كذي وتطلع لك برد كاربت، شو انت تقصين على منو يعني؟ لا تتدخل في شؤون الاخرين، سو اشرب، سو حفله، يبا ارقص، سو اللي تبي بحياتك، بس مالك شغل بحد. يعني اي اذا شفت اي حد قول على قولتهم ثلاث مرات مالي شغل بحد، مالي شغل فيه، اي ثلاث مرات مالي شغل بحد، لي شغلي بنفسي بس. انت شايفه اليوم قادره تعيشين بالمجتمع الكويتي بحكم انه محافظ لدرجه كبيره، يعني في بعض الاشياء محظورات، ماخذه راحتك وانت عايشه بالكويت، ولا تحسين انك مقيده؟ والله انت فتحت موضوع يتعبني. يعني ناس مثلنا نحرص على وين نروح وين نقعد مع منو، تشوف اغلب اللي حوالي يا اجانب يا ان يتقبلون شخصيتي. وساعات لما تكتشف ان في كويتيين اصلا مثلك بالضبط، تقول الله يا حلاتهم الكويتيين، شو ما تعرفت عليهم او ما عرفتهم، ما قعدت معاهم. يعني بقول لك يعني كلمة مجتمع محافظ يعني فيها دبل فيسز على قولتهم، وجهين. يعني هو مجتمع محافظ ومو مجتمع محافظ، يعني على قولتهم نقول نكت وايد احنا الكويتيين كل مكان، الكويتي يروح يسوي على الخنزير ويقف عليه. اليوم لما غنيتي بالعبري قالوا انت يهودية. صحيح. بحكم ان احنا كويتيين، بالسابق كان في كويتيين يهود. صحيح. انت يهودية ولا مسلمة؟ منو حط السؤال؟ انا. شوف انا يعني وايد ناس استخدموا هذه ضدي في كل مكان. المفترض المسلمين او العرب القوميين والملحدين، عرب مسلمين او غير مسلمين، المفترض سواء انت في دين او لا دين المفروض تتسامح مع الاخر. لو انا يهودية المفروض تتسامح معي عادي، يعني شو المشكلة؟ لو انا يهودية لي الفخر، شو المشكلة؟ انت يهودية ولا مسلمة؟ ما اقدر اجاوبك على هالسؤال، ما يعني ما ابي اجاوبك ولا بعرف اجاوبك. شرفت فيك انا اكثر. قلت لك الاخير عليك. تسلم. مشكورين يا عسيف ولا بالسيف؟ عسيف. عسيف. الساعة المباركة. تمسون على خير.